الاستحلام هو محاولة تقليد ما يحدث أثناء الاحتلام، وهذا غير مطلوب ويؤدي مستقبلا إلى الإصابة بسرعة القذف. فالاحتلام صحة وليس مرض، لأنه هو ظاهرة صحية يبدأ بعد سنة أو سنتين من سن البلوغ، وهذه الظاهرة تكون في حدود المعقول. أما إذا زادت عن المعقول وجب التدخل وسؤال الطبيب في ذلك. والاحتلام عبارة عن حالة أو تجربة يعيشها الرجل أو المرأة خلال فترة النوم، وتكون نتيجة حلم الرجل أو المرأة بأحلام مثيرة جنسيا. والاحتلام لا توجد له أضرار، ولكن يزيد الاحتلام عند الشباب غير المتزوجين بزيد، وعند المطلقات والأرامل من النساء الغير متزوجات. ومن فوائد الاحتلام أنه يزيل التوتر الجنسي للشباب ويجعل الشاب لا يفكر في الاستحلام. وعندما يصل عمر الإنسان إلى 45 عام، فإن حوالي 90% من جميع الرجال مروا بالاحتلام الليلي. الاحتلام بتاع الأنثى أو الفتاة، فإحنا عارفين إن بعد فتحة المهبل في قناة المهبل في النسيج اللي بعد الفتحة مباشرة بيفرز سوائل، والسوائل دي فايدتها ترطيب المكان عشان العلاج والكلام ده. فالسوائل دي أساسا بتخرج مع إيه في موضوع الاحتلام، فبيعتبر إفرازات خارجة منها كأنها تعادل المني بالنسبة لإيه للشاب الذكر بس. وإلى هنا أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.